أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير طيب ان شاء الله تقولي تاني كيس بدي من بعد زايد كريمة تمشي تقريبا غالبا سر مئة سنة إن شاء الله يبين نسبة بار بإذن الله كيا ولي سات بدي ما يد شيء تطيعت كيس مراجعة ثورة اجتماعي ترغسون واریاہ جات تم موجب کرو اکثر سکیپ کے باقی چیزیں ضرورتن مزید یاد کرنے کی چیزیں ہیں ریڈی یاد ہے اس کو سے انشاءاللہ وَإِنْكُنْتُمْ الْإِخْفَى الْحَقِيقِ دونوں یہاں کیا چھو نون سینگ بتاؤ کیف اور نون سینگ بتاؤ دو ملٹ تا اور یہ مجھے الحروف الاخفائیہ یعنی نون
ساكن البرجية جزءاً الإخفاء الحقيقي. وقلنا كوز جزءاً بتكا إخفاء يساسن جزء إخفاء شفيع زي إخفاء حقيقي هذا بالسبب حروفي إخفاء استشيون إيشاسن قلنا الكاملة قلنا الكاملة الله حط برسنت قلنا قل أوليم سادس أكمل شو كاسن شو شاسن more than that شو ناس مطلب يار بريث اسمان جي كوشي ريبورت نعم أدن كيا كيسي قلنا الكاملة كنتم على ميم ساكن بدأو عين أدن كيا كيسي تري أصول جيس برميدن ميم ساكن قواعد أقول ميم ساكن بدي ميم إدغام الشفوي ميم ساكن بدي با الإخفاء الشفوي اور ميم ساكن بدي بات ميم وراي بدل غلفس تدن كيسي إظهار الشفوي اور أدن كيسي إظهار اور يسي ميم ساكن جنة أدن كيسي قلنا كيسي قلنا أن ناقصة كيسي ميم شو بنيس وجود أسندري بين نون شو بنيس وجود أسندري قلنا سريت كيسي نسب نسب مخرج شاسن خي شومي نعم مزنوي طلب شاسن تين كتب شو بازيبن إلابريت كرن جزاكم الله خيرا نعم اور يكتب بجي قلنا ناقصة كسن كنتم على ليش تم شيء بدن تكير ناس تب تبى شو أنا ناس تكين رأي قلنا إيش أوان كنتم تم ميم شو ذكرت كرن كنتم على ليش كون كور أدن كو قلنا كاملة ما غير الميم بون أدن كو قلنا ناقصنا على سفر ولم تجدوا سفر را تنوين سان تم بدا واو يرملون كي اليومني ادغامي ناقص جس يعني با قلنا اور ادم كوز قلنا جس اكمل اخ قلنا يس كامل ابو اخفاء حقيقي خود بود قلنا جس كيتس ايتي سفر ولم تجدوا كاتبا الاخفاء حقيقي مره ثانيه فارغان مقبوضا را ساكن ف باريك مرقق اور نم تنوين بتاع ميم ادغام الناقصه يعني ادغام الناقصه با قلنا اور قلنا كوز كيسي الاكمل فارغان مقبوضا قابس بركوز كوز قلقل كيسي قلقل الصغرى كيزي شو كلمه درميان والضاد شو صفته استطالة غير متزادة صفة شيء صفة لازم مگر غير متزادة اور تزادة اسمه جس أبوش شنو اسمه جونج تات مش جس أصلا اسمه بالخصوص استعال اطباق إن يم جسنا أصلا مخصوص يدورنا مقبوضة اور أقرب وصل كرو مقبوضة فإن آمنا اور أقرب ركو أدين كيف بيتر كرو الوصل أولى صعب شنو صعب لامي الوصل أولى بريارتي شكا دين رالونس أغري ركدي فلا حرج ولا بأسنا فإن أمن بعضكم بعضا بعضكم ميم ساكن بتياو با أدن كوس كيس أصول الإخفاء الشفوي يعني إخفاء الشفوي go words كيسن complete panway رالي أتجلس وزن إخفائي بريدة نون ساكن ويجي إخفاء كريايو تجدن دوجي نبوت ريلين إن أندري كينس نزيارن نون كيس مخرج جسي أربعة خيشوم بان ساكن يس أواز ديرن سوان جيسوس كسن أدا يتن كي كي كيسي وط كسن نبور أدا كين با دو وط وط ريلين بوقت بانن كي سوفتنس أنداز من با دوكم با دا با دا بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته سلال ما ده سلال صغرى وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة كيف همس ولا تكتم الشهادة قال سانجي كيف بنا شهادة شهادة شنو بنا باريك الشهادة دقنا وقبل إسكان
ومن يكتمها نون سكت بالضياء قلنا ال اكمل الادغام الناقصه نعم ومن يكتمها فانه آثم هو فانه مد صله الكبرى مد منفصل تتبنجي اصل ايش مد منفصل ما غير شيء تبزي بين شيء تبزي بين ما غير يمشنا مد تجي لي ات صوت مد يس هاي زمير اس بت يون شيء بتا اس تم بت حمزه تك شيء بن مد صله اور شيء حمزه ايش كبرى ايش كبرى نعم فإنه آثم قلبه إيه قسمت شيء مد البدل آثم قلبه والله بما تعملون عليم والله لا مشدد اختصاصا والله على كل والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض لله اسم الجلال والكلام مرقق باريك في السماء صفة السفير في السماوات وما في الأرض رابور ضاطي بور وإن تبدو الف الحقيقي اور باس پر کس کل کل ال السخرا ما في السماء ما في انفسكم المدو المنفصل او تخفوه يحاسبكم به الله با ساکن یحاسب اجل کس کل کل گئی حضرت السخرا اور کم یحاسب کم میم ساکن بتا نبا انتن کیسی الاخفاء الشفوی گو گنا کسا کیسی کاملا یحاسب کم به اللہ ورد زلال اللہ نے کمپلیٹ پانوئے میم اس پر کھینا اور اس پر جلال اکلام کیسی باریک فیغفیرو غلطی سنجھے تھے کسی ایڈن قلقلا ہیو فا یا غ فیرو چلے کہتے ہیں یا غ غ گسو گسو فا یا غ فیرو لیمن یشاء مدو متصل و یعذب من یشاء من بی گنال اکمل ادغام الناقصنا ينشاء میں جیسے روزہ دے پاہم وجہ کہ اجل اسے وقف کر اجل کس بنی سکونی عارض کہ اجل اسے ساکر امبت حمزہ نعم نعم اگر وصل کرو تل چی مجی متصل اگر وقف کر تل بنی سکونی مجی سکونی عارض نعم واللہ واللہ اس پر شنو پڑھن واللہ لام اس پر نہ توالتی نہ واللہ علی کل شیئ قدیر را کیا کسی باریک اتن کیا کرو وقف بالاسکان کرو اگر وقف بال روم کرو اگ بٹا سوری مستل کس پر پڑھو واللہ علی کل شیئ قدیر قدیر یعنی بچیم زدر صف تیم بوجھن پیشاو پڑھنا مگر یہ جزن آگ بٹا سور ہی سستا یہ سی آواز نیرین مطلب ایمیچی حرکت نیرین قادیر اور تیل کے اس نو قادیر دیشو گلت تیل میں زیٹھی گیا اس پرنا راست پیش یہ بینو مجلس سکونی عارض واللہ علی کل شیئ قادیر آگ بٹا سور اور اگر اشمام کرو وقبل اشمام تیل کیا گیسی والله على كل شيء قدير قدير بور مگر وٹن کیا گور شکل یوت بنو پیشینا ترجم بوز انشاءاللہ اچھ پرن آز دائنوک قرض دریل نمو رٹو
الله تعالى كريم بيان وإن كنتم على سفر وين حرقاتي كيتيسو سفر صدر ولم تجدوا كاتبا أم بد لبيهن تي كتابة كرنول شخص كي يوس لين دينو كتابة كرتاس بمية مصر بس دوساس وزم تي ثاوس لكت فلغني مطلب دوار رتن كتر بس دوساس سلكن ولشون موجود رب دبن ف فرهان مقبوضة رهن جربي ثون كاشين ماري جيت شريس ثون جربياس جربي ثون سو نعم مقبوضة در قبض يعني قبض صدر مثال كده مش قبض مش زورة ترى بس دوساس مش سفر صدر وين شو نايت نافر لكن ولا كهين وين دماغ تاس تكر كم تثا مي كان شيء زي تيل ديتن تيو يسمى شو مطلب قبض صدر اور بعد يوم ساسو پہنچ تو ہدی مچھب یہ گروی کم کت کیش تھاون ایمیسیشن کہ ایکچو ڈاکومنٹ کو جائے بان فلال کہ کوئی چھ کو گروی کا چیز تھئی تھ می چھ سن سن پونڈ می چھ کا چیز ایون بیک مطلب کوئی ساتھ چھ تو چیز مطلب می تو مکان ہس می چھ مکان کو جائے می چھ پونڈ ضرورتن بیس من کے ساتھ یہ مکان چھ سوتن بیا کے ایکسٹرا مکان یا می چھ بلا ضرورتن دبنس چھ کی گروی تھاو وہ گروی تھاون چھ قرآن سسٹم جواز اس میں دپان چون مکان چھ دس امی فی الحال مطلب یہ میرے سے گرم مالک کچھ مکان مگر بہ گروی وی کم تم یہ گرو یمس مے قرض ہوت مگر اس فائدہ یہ نا سمس یم قرض مے دم سن کی تیل چھ سود کھان مثال ات مے کرائے در حس تم رت پہ رت کیا دن کرائے چھو کم سندس قبضس مجھ فی مجھے گرو تو میں بنائے کاغذ کی سو گرو یم سی ناؤ بھی کرنا مگر ات میں رت پہ دن پانچ پانچ ساس دہ دہ ساس کرائے کم سم کرائے بن مالک سن کی مین یم سو اصل ہمس قرض دار سی کچھ اخر تمہیں دہی رت دن پہ واپس بی رٹ میں کرائے دے مکان تھی سود کھانا گو یم سند گرو چیز اس تم گرو چیز مالک اصلی تمیک اگر کھانا فائدہ آپ سہ کمس گھر تر یم سند سہ آ ٹھیک ہے آ وی اگر کی خرچات اس تک وی اگر کی تک خرچے ہان تلت خرچے ہان تلت اہس نظر یہ گاؤ تھو تین کتنے گھر بہت تمہیں دن تمہیں دہ ساس پن فی الحال گاؤ گرو گاؤ ما پک مفت امس گا ترا سا دہ ساس مجھے پہ گا تمہیں ترا پی مگر سہ دہ تیو رب سوال سہ دہ تمہیں کنان مگر دہد من ٹھٹ سہ پن خطر کچان پوسان یہ زن تمہیں خرچہ امس لگان باقی کمس کن تم پوس پوس دی باقی می تو ذہنس مجھے یہ تہ گروس مجھ خیال کہ گروی چیز اس فائدہ سہ گھر تمہ کس مالکس تر نہ کہ قرض دن ولس تر تیل سہ ربا لکھنے فعین امین بعدکم بعضا ون ہرگاہ پان ون اخ اکس متعلق اعتماد مطلب امانت داری ہند اعتماد ہت حس کی پائے اس کاتب تین کہین تو گرو تہ یا گرو چھ وقت اتن چیزی کان یا تس کی نا مجھے گرو ضرورت کی نا مجھے ٹھیک پہ بروس چھنا پہ پانے دن ہتس کی نا پائے مجھے انشاء اللہ ٹھیک پہ تمہ دت اجازت رتن تھی تسن فعین امین بعدکم بعضا اگر وی اخ اکس تہ پہ اعتماد کر مطلب نہ لکھن اتن چھ گرو چیزکن تھو نی تھان فل یو ادل تمین امانت بس ادا پہ کر اللہ یمس امانت دن آو تم سن امانت یمس امانت دن آو یعنی قرض دن آو تمس پہ امانت مطلب پنہ وقت پہ واپس کر ول یتق اللہ ربہ امس پہ اللہ تعالیٰ پنس ربس تم سن تقوا اختیار کر ہتس اس ثاو چیز لکھت کن جائے تھی کن جائے مے گرو کان چیز تھوت سہ تم اعتماد پہ ہو گھر اعتماد بے اعتمادی کر پہ چھ کھانا ہتس مجھے انشاء اللہ ضرورت مجھے پہ ہت پرسنٹ یقین یمس پہ اک دہ پرسنٹ یقین بناؤ پہ تر رت دپو یمس تارو باز یہ تھون کی فلیت تقلّہ بیس تھو اتن بیا چیز ربن کہ رب نہ فلیت تقلّہ یہ کھوجن اللہ تعالیٰ مگر ربن پہ کیا ووت رب اس چون مدبر مالک تو خالق مطلب پیس کری اگر امس دھوکہ باس کن تک ام کر ٹھیک پہ اعتماد رب سند نظریہ تھن مگر چکر تھی رب سظریہ غلط اور رب کر بیان ولا تک تم شہاد چھپیو گوہی کہین وم یک تم ہا اس گوہی چھپائے فعن ہو آفم قلب تم سن دل سٹھا گناہ گار مطلب سہ دل گنہان اندر تیل بھر فعن ہو
آثم قلبه تمسون دلش آثم يعني غناغار مطلب سوچو وجود سے اندر غناغار والله بما تعملون عليم الله تعالى شتي سوري زان ایک ایسا تو عمل کرن جو تمت سٹا علم تھا اللہ تعالی لله ما في السماوات وما في الارض ملکیت چھ ربس اللہ تعالی سن جی تم صاحب چھ کیسا اسمانن من شو سماوات بی زمین من شو وان تبدو وان ہر گا تو ایک چیز ظاہر کریو فی انفسکم پنس نفس صدر او تخفوه یا تو چھپیتی تھیو يحاسبكم به الله الله تعالى هيو توي تات پٹن حساب بريلي ايت گنا نجن صحاب لو شاق دوبك اگرز تبدو ظاهر کرو کی مگر چھپت چھ تات کیا مطلب دل تل کس بچ اسمس مثال کان چھ اراد کرن گن ہوک یہ نہ چھپتی پلا یا مثال کین دلاما برا 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 خیالا یہ نہ چھپتی اگر اس پر پکڑ گئی یہ کت لگی مطلب کس بچ تاونس لگن سری یتنا زیک پتر ابن منن پتیا کوری اللہ تعالی بن من ایت منشور یہ حکم منسوخ امد کرن مگر ایت ایت معنی چھو یہ تو ظاہر کرو مطلب تو دل اندر ارادہ کے پتی نہ سو توڑی مگر یہ سید جن سودی لاد دریت اس پر تلڑ دیرو فلال نو گڈ دیتن ون اگر تو چھپے تو کیا تو مطلب اگر تو یہ پریکٹیکلی کرو اگر تو یہ مطلب انسان جو سوچنا بکری پتی شامن ہو گنا نوز بلا امشی لکھنا گنا نہ أمس لکھن أمس کر لکھن گنا یہ لی ادا کر اجا ایم اور کرو پخت یار مگر ادگو کیتا روت شین تو ایم سامنے کرن کی ایت بچو پھر بچو نہ شدی کتا مگر گڈ نت کیو سن اگر جے دلس مو چھپو ہوتی ہے تات پر دی ہی اللہ تعالی حساب تے ہو جس بس اور نگر ظاہر پر انسان ظاہر مینس مطلب یورن جے پٹ لکھ کرن کر جے سی تے نہ چھ کن دلس مو تے یین سو تے مس کڑ بلیا پد بناز وين كن بي practically يعني practically يس تمس نش وجود كيري تمس شو كنا ثي تمس حساب تمس دون مگر اگر اندری ضرورت خیالات اندر مختلف خیالات انسان جو دوست کیا کیا خیالات وطن مگر تمن پر رائٹ اللہ تعالی کی کیا جی انسان پانی کے ساتھ مگر ذہن میں اللہ تعالی چن چن بعض اوقات کی تھوت خیال وطن ان شاء اللہ رائٹ اللہ تعالی تاس پر تمس کی 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 کوشش تمو خیال تش پن پان مکت کرنے سے نہ البتہ یہ practically ظاہر کری تات پر حساب دین وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه چاہے تو ظاہر کیا کہ تو دلس میں چھو نفسس میں چھو یا سو چھپے تھے تو تے يحاسبكم به الله الله تعالى هو تحت متل حساب فيغفر لمن يشاء بس يمس بعد يسيت مسكري مغفرة ويعذب من يشاء يمس مسكري عذاب والله على كل شيء قدير الله تعالى چھو علم تھاون الله تعالى چھو تحت پرت کوئن پیٹن جیزس پیٹن قدرت تھاون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم بعضا وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم ومن يكتمها فإنه آثم فإن إنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات
السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك